طبعا اليوم احنا نلتقي بالفنان قاسم سبتي في قاعة حوار، وراح هو يقدم نفسه. تفضل قاسم سبتي، الامين العام لهيئة العليا للمنظمات الثقافية، تجمع لعشر ثقافات حقيقة. هذا التجمع تأسس قبل عامين كرد فعل على الأوضاع الدموية اللي كان في شكرا، وطبعا نشغل الآن أيضا نائب رئيس جمعية فنان التشكيل. بغداد بدأت تستعيد عافية. حقيقة قبل عامين كانت الأوضاع دموية بكل معنى الكلمة، القتل على الهوية. تخيلوا عمر الشيعي يقتل وعلي السن، أنا أقصده لأن كان هناك عمر يقتل ظنا من القاتلين أنه سني والحقيقة هو شيعي. المهم فمثل هاي الأوضاع الدموية بالتأكيد تترك ظلال قاتمة على مجمل المشهد الثقافي في بغداد. ولكن لو نعود أيضا إلى الأرشيف فقبل عامين أيضا لم نتوقف. رد الفعل اللي عندنا كان هو الإصرار على أن ننجز واجبنا الوطني والأخلاق في أن نقيم معارض، أن نقيم مهرجانات للفن. تأسيس الهيئة العليا للمنظمات فتحت آفاق كبيرة لأن نقيم مسرحيات مدعومة طبعاً من الهيئة، نقيم معارض الخط العربي للفوتوغراف، دروس مجانية. هل يمكن أن تتخيل بأن قبل عامين في قمة المشاكل والقتل كانت هناك دورات مجانية تقام في قاعة حوار للموسيقى في الكمان والعود والجيتار والبيانو وفي الرسم والخط والنحت والفوتوغراف؟ والمواد الفنية كانت تمنح للمشاركين مجانا من ألوان إلى فرج. حقيقة هذا الموضوع أخذت على عاتقي لأنه أنا محبوب نوعا ما من ناحية التوزيع يعني تصريف أعمالي. تقريبا قبل عامين حصلت على مبلغ كبير من نيويورك بيع أعمالي في فونوغرافي أكثر من 160,000 دولار. هذا المبلغ أنا من النوع اللي أشعر بالسعادة لما ألم الناس وكأننا عشيرة المبدعين. حقيقة ساعدت اتحاد المسرحيين في أن يقيم مسرحيتين الخطاطين مع الرين والخط، الفوتوغراف الرسم مع الرين والرسم، والشعراء ثلاثة أمسيات للشعر وهكذا. تقريبا الآن الظرف أفضل 100 مرة. الآن الجيش هو اللي مسيطر على الأوضاع. قبل عامين كانت الميليشيات هي التي تتسيد المشهد الاجتماعي. المهم لو عدنا أيضا على الجانب الفني، الجانب الفني نحن لازلنا نشتغل معظم الفنانين. هناك نمطين من الفن، نمط اختار حقيقة الحرب وماهية الحرب وما خلفت الحرب موضوعا له، وهناك أيضا فنانين استمروا على تجربتهم الفنية التي كانوا يشتغلون عليها قبل الاحتلال. المهم في الأمر بأننا لم نتوقف، وأنا أشعر بأن التوقف كان هو غاية الاحتلال، لأن الحرب والاحتلال هو ضد العقل العراقي أولا وليس ضد بطنه مثل ما حدث كما يقولون في زمن الاحتلال، عفوا الحصار. الحصار كان أيضا ضد العقل العراقي الممتد. المعارض لو الأخ قحطان يأخذ يصور المعرض لرأيتم بأنه معرض مشترك لخطاط عفوا لرسام وخزاب ونحات، ومعرض تستطيع أن نعرضه في أي قاعة في العالم. أنا لست
متحيزا ولكن اشعر بالامانه بان هذا المعرض واحد من المعارض المهمه. بالتاكيد اقمنا ايضا معارض ساعه المهم المعرض اربع دقائق تقريبا مجموعه من المعارض اكثر من 48 معرض منذ الخطوه الاولى للاحتلال اقيمت هنا في حوار معارض الرسم وفي النحت ومعارض الشباب والرواد. المهم في الارض ما يحز في النفس ان هناك مبدعين كثيرين غادروا العراق اسماء مهمه كانت تطرز وجه خارج العراق ولكن شفيعنا في ذلك بانهم سيعودوا حتما الى بلدهم لنبني معا هذا الوطن الجريح. طبعا ايضا هناك ملاحظه لا بد من الاشاره اليها بان الفن النسوي وهذه حاله غريبه شاهدناها في معرض الفنانات التشكيليات اللي تقريبا شاركت اكثر من 85 فنان. حقيقه الفن النسوي فن متقدم مشاركات في معرض من الشابات ومن اجيال اخرى اثبتا بانهم لا اقل شانا عن الفنان كلية الفنون بدأت تستعيد عافيتها. وزارة الثقافة هي العلة الوحيدة التي نعاني منها لأنها تدخل ضمن المحاصصات الطائفية، لذلك نجد الوكلاء كل يغني على ليلاه، وذلك وفي كردي وهذا شيعي وذلك سني وذلك ما لا مع الأسف. المهم نحن نشتغل في منظومة فنية وأخلاقية اسمها العراق، لا يهمنا أن نتوزع أجزاء هذه الاشتراطات الطائفية والتي ننفتها كل من الفن العراقي بخير. وأنا أرى بأن مستقبلا زاهرا إن شاء الله سيكون هو الحظ الحسن لهذه التجربة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.